متابعينا في كل مكان، اليوم نحن بالتحديد في الغرية اللي هو مهرجان زايد للتراث، وبالتحديد نحن اليوم خلفنا طبعا كما ترون نحن في الغرية السودانية، وطبعا هذا المهرجان من المهرجانات الكبيرة الذي يقام سنويا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشارك فيها كل الدول طبعا، كذلك بيساري اللي هو الغرية المصرية، وخلفنا الغرية التونسية وغرية اللي هو الجزائر، وكذلك الغرية الأردنية، ونحن بالتحديد اليوم في هذا المهرجان الجميل، المهرجان الرائع، وحبينا نحن نشارك قناة الرواد الفضائية تكون حاضرة في هذا المهرجان المتميز، وعايزين نحن ناخذ جولة بالتحديد اليوم في اللي هو مهرجان زايد للتراث. مهرجان زايد هو ملتقى للحضارات وللتلاقح الثقافي بين الشعوب لتجسير مفاهيم السلام والتسامح والمصالحة التي تحقق للجميع المصالح الحياتية. ويعكس المهرجان اهتمامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالتراث الإماراتي والتراث الإنساني والحضارات بصفة عامة. وينظم المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. مهرجان زايد التراثي فعالية جامعة تعبر عن تواصل الشعوب بكل ما لديها من موروثات وفولكلور وفنون شعبية. هذا المهرجان الذي يقدم التراث بكل تفاصيل جمالياته وبراعة إبداعاته التي تم توظيفها لخدمة الشعب الإماراتي وإنعكاسها على الشعوب الأخرى. ويستعرض المهرجان ببناء تفاعلي مبتكر وتوثيق تعريفي تعليمي من جوانب متعددة، وتهدف رسالة المهرجان العالمية إلى الحفاظ على التراث الإماراتي والعالمي ونقله إلى الأجيال القادمة بطرق ووسائل متنوعة، لما للتراث من أثر في فهم الآخر ونشر قيم التسامح بين الشعوب. ويحرص المهرجان على نقل التراث العالمي في صيغة تعليمية تشويقية تحث الأجيال الناشئة على استكشافه والتفاعل معه، حيث تشكل التطورات والفعاليات الجديدة التي أضيفت إلى الدورة الحالية إضافة متميزة تثري المخزون التراثي والمعرفي لدى الجمهور.
that was screaming before. Maybe we can do this all together. One more jump! One more jump! One more jump! I think we're ready. Okay, we're gonna jump now to the final mayhem segment 7. Please welcome all our riders once again to the back. Final mayhem. مشاهدينا الاعزاء، نحن اليوم في مهرجان زايد، مهرجان زايد للتراث، مهرجان الغريه العالميه في ابو ظبي. اليوم مع الدكتور الكتياب عبد القادر الكتيابي، وبالتحديد خلفنا اللي هو الغريه السودانيه في اللي هو مهرجان زايد للتراث، وعايزين نتعرف عن من هو عبد القادر الكتيابي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، والتحية والشكر لقناة الرواد. وحقيقة أنا إعلامي سوداني طبعا، عملت في الإمارات قرابة 20 سنة. نعم. ثم عملت في السودان 10 سنوات وعدت مرة أخرى إلى الإمارات. اليوم السيد عبد القادر، دكتور عبد القادر، نشوف اليوم ما شاء الله الغرية السودانية. نعم. فيها مناسبة، يعني زواج، الزواج سوداني، عادات سودانية، وخلفنا الغرية السودانية. اليوم أنت تشرفنا في الإمارات. نعم. وأشوف كمان في هذا المهرجان يمكن لحظات الوداع كذلك. نعم. وأنت تغادر أرض الإمارات. والله إن شاء الله. يا ريت تكلمنا عن رحلتك المستقبلية وكذا. إن شاء الله. أنا طبعا يعني قدمت إلى هذه الدولة في فترة حياة الشيخ زايد عليه رحمة الله، وشهدت انطلاقة النهضة والطفرة. نعم. والتنمية. نعم. التي حدثت، وكنا نحن في حقل الإعلام قريبين جدا من متابعة وتغطية الأحداث المستجدات. الشعب الإماراتي يعني شعب جدير بأن يجد المودة والمحبة من الشعب السوداني خاصة. هناك علاقات يعني مشتركات. نعم. كثيرة ودقيقة بين الشعبين. وانطباعات عن الإنسان السوداني في الإمارات كلها مبشرة. تجربتك، يا ريت يعني تنقل التجربة اللي انت فضيتها قضيتها في الإمارات السودان حتى ننهض، تنقل التجربة الإماراتية للسودان. إن شاء الله. طبعا التجربة الإعلامية ككل تجارب مناحي الحياة في تطور مستمر ودائم. حينما قدمنا نحن إلى دولة الإمارات في بدايات نهضتها، كنا ننقل إليهم تجربتنا في ذلك الزمان. نعم. وعلى تلك التجربة تم تأسيس الكثير من مظاهر وظواهر النهضة في مختلف المناحي في الإمارات. نعم. والآن نحن نعود طبعا بعد أن ازدهرت الحياة الإعلامية والاقتصادية. نعم. والثقافية في الإمارات، واجتذبت الإمارات تجارب كافة الشعوب من حولها، أصبحت تمتلك ذخيرة. نعم. يعني غنية جدا، وأصبح حري بنا نحن أيضا أن نأخذ من هذه التجربة لننقله إلى الوطن. اسمي نور يا سيدي.
واليوم نحن في مهرجان زايد في لقاء خاص مع الأخ نور الدايم. السلام عليكم سيد نور الدايم. أهلا وسهلا حبابك ألف. نور الدايم عايزينك اليوم تكلمنا عن اللي هو في نحن اليوم في لقاء خاص من خلال غرية اللي هو مهرجان الشيخ زايد، ونحن بالتحديد في اللي هو المنطقة أو اللي هي الغرية السودانية في مهرجان زايد. يا ريت تحدثنا عن اللي هو فعالية اللي هو المناسبة بمناسبة العرس الزواج اللي هو من خلال هذا المكان المتميز. مهرجان زايد للتراث مهرجان سنوي بيقام كل سنة، ومن حظي أنا الشخصي أنه ساكن قريب من هذه المنطقة، فبالتالي بتابع سنويا ويمكن يوميا حضور المهرجان. اليوم تميز هذا اليوم بأنه يوم سوداني خاص، وكان فيه فعالية بتاعت تراثية بتاعت عرس سوداني، وأجادت الفرقة جزاها الله خير. نتمنى من أنه مشاركة السودان في المرات القادمة تكون بطريقة أحسن، بطريقة أقوى، بمشاركة محلات أكثر وفرقة أكبر. ديل ما قصروا، لكن نتمنى أنه دائما مشاركة السودان تكون قوية، بتعرض التراث السوداني الأصيل، وبتنقل التراث السوداني لهذا الشعب الأبي في دولة الأمارات العربية المتحدة. والله يا ريت تحدثنا الأخ نور الدايم عن أشوف فينا كان اليوم في عرس على ما أعتقد في الغرية السودانية، هل هذا صحيح؟ نعم، كان في عرس واجتهد فيه أخونا حسن حمدان اللي نعم. هو كان مسؤول هذا العمل، وكان عرس شبه حقيقي اتعملت فيه كل التراثيات بتاعت نحن بنسميها في السودان الجرتك، والعريس والعروس والناس كلها الموجودين هنا يعني ابتهجوا ولقت فعاليه، لقت رواج كبير. نشوف ما شاء الله في اليوم عدد كبير من الجاليه السودانيه في هذا المناسبه، وبالذات كذلك من بعض الجنسيات برضو مشاركه في هذا المناسبه الجميله. ودائما اشوف الغريه السودانيه لها طعم ومذاق غير عن اللي هو الفعاليات الاخرى. اكيد اليوم الجمع كثير، ونحن روجنا لهذا هذه الفعالية العرس، والتراث السوداني فيه كثير من النواحي اللي ممكن الناس يشاهدوها وثر، وبالتالي نتمنى أنه يعني ممكن في كل أقاليم السودان تشارك بكل القبائل وتجي هنا وتعرض التراث بتاعها، حتلقى إقبال أكبر وأكبر من هذا المهرجان. سيد يا ريت تكلمنا عن نفسك، كم سنة أنت متواجد في الإمارات،
وتدينا كده خلفيه عن نفسك اكثر. يكون انا الفاتح احمد نور الدايم. نعم. من عرب الكواهل الحسانيه. حسانيه بحر ابيض. نعم. وراجل عسكري بروفيشنال يعني، وشغال هنا كمستشار عسكري الحمد لله يعني لفترة طويلة قرابة 30 عام ما شاء الله. أنا في هذه البلد المعطاء جزاهم الله خير المواطنين والشيوخ ما شاء الله يعني خير. السودانيين دائما نعم. متواجدين نحن نشوف بعدين دائما عندهم في ترابط في المناسبات اللي هو خاصة بالسودانيين، سواء كان اللي هو الغرية التراثية أو سواء كان أي مناسبات أخرى. والله هو جميل يعني السودانيين ناس بيخشوا في الناس بسهولة وما في عراقيل، والبلد دي حتى سهولة أنك تقدم أي عمل في حدود التراث بتاعك، وبتلقى دائما الناس تتفاعل معك وجزاهم الله خير ما قصروا معنا ناس هذه البلد يعني. نعم. شنو رسالتك للجاليات الأخرى أو رسالتك للسودان؟ أشكر قناة الرواد الفضائية الفتية وأتمنى لها كل التقدم، وأتمنى أن السودان والجاليات الأخرى يشاركوا بقوة في هذا المهرجان. المهرجان قوي زي ما شايفين الناس والفعاليات، نتمنى أن السودان يعني يتفاعل ومحلات أكثر وفعاليات أكثر، وجزاكم الله خير شكرا جزيلا. عمات الليل جن خالاتك زغرة الله يا عريس مبروك عليك، يوم
بلاني ليلنا يا بني يسوي المقدرة يا بني يسوي المقدرة العريس دي يبرى من الشقا العروس دي دبرة من الشقا يا بني يسوي المقدرة العروس دي دبرة من الأزى العريس دي يبرى من الشقا يما الظلمة شلخ لورا المحل داخل عضورا يما الظلمة شلخ لورا يما الدول يا رب يا بلالي لا 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 أيوة أيوة يما الدول يا رب يا بلالي لا 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 البقاسي وقمن سوا يا بلالي لا 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 واحد رايد واحد لواء يا بلالي لا 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 البقاسي وقمن سوا يا بلالي واحد رايد واحد لواء يا بلالي لا 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 يما الظلمة شلخ لورا يا بلالي لا 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 المحل داخل عضورا يا بلالي لا 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 يما الدول يا نار يا بلالي لا 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 قولي انا يا بلالي لا 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 يا بلال 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 السلام عليكم ورحمة الله. هذا صوت الأخوة الأبدية الخالدة بين الشعب السوداني وشقيقه الشعب الإماراتي. أخوة شهدت عليها أحداث الزمان منذ نشأة هذه الدولة في هذا البلد المضياف. عملت فيها 30 عاما وها أنا أغادرها، لذا رأيت أن أشارك معكم برثائي لرجل العصر القائد الملهم مؤسس الدولة والد الجميع وحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته بما قدم للأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لم تدعى باسمك صدفة، لم تدعى باسمك صدفة، فحقيقة أن الذوات وجوهها الأسماء. ما زلت مذ سميت زايدا زايدا فتزاحمت في ضوئك الأضواء. خلق من الهدي الشريف مطيب بمكارم كرمت بها الصحراء. فإذا القبائل أقبلت بقلوبها لانت عريكتها وراق الماء. جمعت أناملك القلوب فما بقي فيها من الإصر القديم جفاء، وحكمت بينهم بحكمة والد كل الرعية عنده أبناء. يا من أضاء جبينه وفؤاده وحديثه وأكفه البيضاء، قسمات سمتك حدثت بطلاقة عن 1000 جد
عقدهم لألاؤوا نظموا على خيط الهدى وتقلبوا في الساجدين جباههم غراء تمضي الليالي والشموس طروبة في كل يوم طفرة ونماء فإذا البلاد لآلئ منظومة بالحب سبعا كلهن سواء شمخت مدائنها تمد مآذنا نحو النجوم وأرضها خضراء هذه أبو ظبي عجيبة عصرها وعجيبة في عصرها الأشياء ليت العروبة أمة وزعامة لبت وكم قد صح منك نداء للوحدة الكبرى وظنك طيب ناديت سيلا والجموع غساء ناديت سيلا والجموع غساء شتى وتحسبهم جميعا إنهم لا شيء في لا شيئهم أعداء ناديتهم ولا أنت أولى والد بإجابة لكنهم آذانهم صماء وبذلت كم يجزيك ربك أجر ما شهدت به الأثناء والأنحاء شهد الخصوم فوشحوك وسامهم والفضل ما شهدت به الأعداء فلكل جرح في الورى لك بلسم يسعى به أبناؤك النشماء يسعون بالمؤن الثقال مروءة سمعوا بها وزايداه فجاءوا ها هم أولئي خليفة في ركبهم حمل اللواء فكلهم شرفاء علمتهم شيم الفراسة والحجى أنجبتهم فجميعهم نجباء هذه هبات الله فيك طبائع والله يقسم رزقه ويشاء ندعوه بالمعمور والحرمين والقدس الشريف وفي الدعاء رجاء أن يجعل الرحمن قبرك روضة بغصونها تتأرج الأشذاء ثم الصلاة على النبي محمد وسلامنا ما دارت الأثناء وشكرا لكم وتحية لكافة الجاليات التي تشارك معنا هنا شكرا جزيلا We'll be right back.
Bye.